حبي يأذيه الديوخ نو كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حبي يأذيه الديوخ نخنق كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة، وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش حضن يسعنا يعوض مالك يا فارس؟ مالك يا حبيبي؟ فارس فارس يا حبيبي، مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ ضيعتيها. هي ايدي يا حبيبي اللي ضيعتها. ضيعتيها ليه؟ فارس انت زعلان مني، انت اللي مش عايز تبص لي وانت بتكلمني يا حبيبي. بص لي لما تروحي عند الجبل. جبل يا فارس؟ لما تروحي عند الجبل. فارس ما تخوفنيش، انت بتعمل كده ليه؟ فارس بصلي، بص لابنك يا ابني، وريني وشك يا حبيبي، انت مش عايز تبصلي ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك. تعالي يا اختي، اسم الله عليك، تعالي اقعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، ده حلم، حلم، كابوس، كابوس. بسم الله عليك، خدي بلي ريقك بشويه ميه يا حبيبتي. يا لهوي، ايه الدم ده؟ انت خبطتي في ايه؟ ايوه اكيد وقعتي وانت نايمه، خبطتي في حرف الكومودينو. يا مدام، يا مدام، رايحه فين بدمك ده؟ استني بس، استني بس لما اشوف لك قرتك دي. هو كان قاعد هنا؟ هو حلم ايه بس ده اللي انت شفتيه؟ كابوس، كابوس يا وفاء. هو هيجي لك منين الكابوس؟ هو انت كلتي لقمه حتى قبل ما تنامي؟ فارس يا حبيبتي ما تشيليش هم، زمانه دلوقتي هايص مع مراته. كلام رمي السواحل. استني بس، هو انا تليفوني فين؟ أنا بس ما بتردش. ما قلتلك يا مدام، اللي ما كانوا بيصحوا بدري في العادي هيجوا يوم الأجازة ويصحوا بدري. استهدي انتي بس بالله كده وكله هيبقى تمام. طب ده أنا ما فطرتش من صباحية ربنا، مستنياكي لما تصحي عشان أنوسك. ريماس ما كلماني الساعة 11 بالليل. شفتي بقى؟ أهي أكيد بتكلمك عشان تطمنك إن هما وصلوا بالسلامة، والنبي فيها الخير، عارفاكي قلبك رهيف. وأنا كمان رد عليها. لا مؤاخذة يعني يا مدام، وانت يعني من امتى بتفتكري حاجه بتحصل وانت نايمه؟ 3 26 من السكول. ايه يا اختي، ده اكيد الاستاذ جنزبيل فلق نافوخي من صباحيه ربنا على الارض. تقوليش شخت العجول وراها مواعيد. خص عليك يا وفاء، زي ما تفكرنيش. معلش يا حبيبتي، انا هنزل احضر لك الفطار. فطار ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا مدام، افطري النهارده وربنا غفور رحيم. بصوم 9 ايام وعايزاني افطر اهم يوم فيهم. يا حبيبتي، ما انا بقول يعني عشان اللي حصل امبارح تعبتي ونمتي كمان من غير ما تتسحري. طب طلي على وشك في المرايه شوفي مخطوف ازاي. هو فين الطقم الكحلي بتاعي؟ كحلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والنعمه حطاها بايدي امبارح هنا. طلع لي اي حاجه البسها. حاضر من عيني، بس بردك هحضر لك الفطار. طيب جايه اهو. الو. ايوه وفاء، المدام صحيت؟ صحيت يا استاذ خليل، وبتجهز وزمانها نازله طوالي. طب يلا يلا شهلي، وانزلي من على ودانها بقى، خلينا نخلص. حاضر يا استاذ خليل، حاضر، مع السلامه. جبر كان منه ان حضرتك عايزه. انتوا بقالكوا قد ايه هنا؟ شهر ان شاء الله. 21 يوم بالتمام، وقبضتوا الشهر قبل ما تتموه. البركه في مدام مشيره قبضتنا يعني بدري عشان العيد وكده. ويا ترى في المده دي اللي انتوا تعرفوا انا مين؟ ها؟ حضرتك استاذ خليل عبد الدايم، اقدم واحد في المصنع بس. والمسؤول كمان عن المخازن. تعرفوا ايه عن المخازن؟ المخازن اسرار، وانا اللي مسؤول عن تخزين الاسرار، والمصنع ده كله امانه في ايدي، من اول الفريزه ما تنقض الازايز البلاستيك في مقلب الزباله، لغايه ما تيجي تحت الكساره، لغايه ما تتخرز وتجيلي على هنا. يعني اي حركه بتحصل انا برصدها، اي سر حد بيخبيه انا بكشفه. عارفين ليه؟ عشان اللي عايز يخزن سر لازم يعرفه. ايوه انا مش فاهم حضرتك عايزنا. الخرز اللي اتشاول امبارح داخل المخزن كله يا ريس وتسجل في الدفاتر. متأكد؟ يعني لو رحت دلوقتي أتمم على حوض الغسيل مش هلاقي شوالين متحاشين على جنب كده؟ ها؟ الدنيا عيد، أجازة، وناس داخلة وناس خارجة، وما فيهاش حاجة يعني شوالين داخلين خارجين هلمة. دي هيكون عندك يا خليل بيه، وراقبينا كمان تحتيها. الحاجة دخلت المخازن من امبارح. أحب على إيدك يا خليل بيه، اعمل فينا اللي أنت عايزه بس ما تبلغش في مدام. ابقى علينا يا خليل بيه، واحنا نبقى البلغه اللي ما تقلقش من رجله. ايه ده؟ ايه الكلام ده يا راجل ده؟ الله، ليه انتوا فاكريني ايه؟ انا لو عايز ابلغ المدام كان زمانكم دلوقتي مفرومين تحت سكينه الكساره. يلا اضمن انك له. يلا روحوا عيدوا، وبعد العيد ييسرها المولى. يعني خلاص؟ مش هتقول لها؟ يلا يا دي انت وهو، امشوا من هنا، امشوا قبل ما انقض كلامي، يلا. اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. ما انا اخويا. ايه يا وليه مالك؟ شفت عفريت ولا ايه؟ يا ريت. طب كفاكي بقى طولة لسان، روح هات شنطتك خلينا نروح. وده من امتى؟ ما ده يا لكون وحشتك. لا يا اختي مش النظريه، بس مش اصول يعني تسيبي بناتك لوحديهم كده. قال له بايته في محل اكل عيشي، مش سهرانه بضرب لوش الصبح. يلا يا اخويا. ايه يا وليه في ايه؟ انت ساحبه عجل ولا ايه؟ طب العجل هيرمي لحمه، انت بقى هترمي ايه؟ هرمي بلايا. طب حوش بالك عننا بقى يا اخويا. لا ما هو مفيش حد بيشتغل يوم الوقفه يا وفاء. لا في، واذا كنت صحيح جاي عشان تاخدني ونروح انسى، لا النهارده ولا بكره. المدام السنه دي لوحدها، حتى مسعد وحسين مسافرين، يعني لا سواق ولا بواب. والمحروس الصغنن فين امال؟ سافر مع مراته، يعني ما اقدرش اسيب المدام في الهو ده كله لوحدها. وانت بقى يا اختي اللي هتسد مكان الرجاله دي كلها. لو الرجوله بالشنبات لكان الصرصار سيد الرجاله. مش عرفت يا اخويا اللي فيها؟ يلا بقى اتكل على الله. استنى يا وليه انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضل، اظن كده خلص الكلام، وابقى عايد على البنات يا صبحي. حسسهم يا اخويا انك ابوهم. امال انا مين يا وليه؟ امهم. وبقى خليهم يجوا بالليل عشان خاطر ياخدوا منامهم من اللحمه. طيب. وعشان اعيد عليهم. انا عارفه انت لا هتديهم عيديه ولا هتسال فيهم. بردك نازله من غير فطار؟ تاني يا وفاء؟ طب معلش ثواني ثواني وراجعالك، اوعي تمشي. يا مدام يا مدام خصيمك النبي اللي تاخديهم. هي ايه دي يا وفاء؟ ده هم شندوشتين وعلبه عصير مفيش غيرهم. تاني يا وفاء؟ معلش من باب الاحتياط، يمكن تلاقي روحك مهبطه ولا دايخه ولا حاجه. هي راحت فين؟ هي ايه دي؟ هي ايه بس وانا ادور معاك؟ امسكي. هي ايه بس يا مدام قولي لي. ها؟ يا مدام فين؟ أنا كنت لسه شايفاها. إزاي ما خدتش بالي بس؟ إزاي ما خدتش بالي؟ استغفر الله العظيم. أنتِ بس لو تريحيني. بدور على الميدالية يا وفاء. سلامة نظرك يا مدام، ما هي في إيدك أهي. مش دي؟ التاني على شكل خروف صغير. لا مؤاخذة يا مدام بس أنا عمري ما شفت معاكي خرفان. أنت لسه واقفة؟ روحي دوري هناك. حاضر حاضر. دوري بذمة. حاضر عينيا. حطيتيها فين يا مشيرة؟ دي بالذات ما ينفعش تضيع يا وفاء. حاضر يا مدام. أنت سامعة ما ينفعش. يا ستي ما تضيع فداكي. دي بالذات ما ينفعش تضيع يا بهاء. طيب معلش كأنك بعتيها مع الشك. وان شاء الله لما ربنا يديني ننزل الصاغه واجيب اللي انت عايزاه. بهاء انت ناسي ان دي اول هديه تجيبها لي؟ يا رب يا ستي ان شاء الله مش تبقى اخر هديه. انت اللي يهمك الهديه ولا صاحبها؟ وبعدين معاك يا بهاء انت طبعا. خلاص صاحبها بيقول لك يلا عشان نلحق نروح مشوارنا، والا لو الليل دخل علينا مش هنلاقي حاجه ترجعنا. انت مصربع على ايه يا بهاء؟ مصربع على ايه؟ مش عايز تشوف المفاجاه؟ يلا يلا ليك المفاجاه بقى. يلا الشنطه. طب يلا ايه؟ هات يلا. ما لقيتهاش. ييه ده اكيد الاستاذ شرخبيل. روحي يا حبيبتي مشوارك وانا بعون الله هقلب البيت ده عليه واطيه لحد ما الاقيها لك. روحي يا حبيبتي اكلي الغلابه وفرحيهم، ربنا ما يقطع لك عاد وما تقلقيش هفضل ادور عليه. اول حاجه اجيبها لي من ساعه. ايه يا حبيبتي هو مين ده؟ فارس يا وفاء لسه مدهاني قبل ما يسافر. عيد مبارك عليك يا مشيرة هاني. كل سنة وانت طيب يا خليل. انت طيبة يا هاني. كل حاجة جاهزة؟ في انتظارك من بدري. معلش أنا آسفة اتأخرت، راحت عليا نومة مش عارفة ازاي. نوم الهنا والعافية. كل سنة وانتوا طيبين يا ولاد. مين هينول بقى شرف الذبح السنة دي؟ سمعة سند سكاكين وحالف ما حدش يذبح غيره. اذبح يلا يا اسماعيل. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. تسلم ايدك يا اسماعيل، تسلم ايدك يا سمعة. استغفر الله العظيم يا رب. الو يا امجد، فارس فين؟ عمال اتصل بيه ما بيردش عليا ليه؟ يا طنط اكيد نايم، مفيش حد بيصحى بدري كده في الاجازه. انت متاكد يا ابني؟ اه متاكد. اوعى تكون بتكذب عليا. لا يا طنط انا كلمته الفجر وكان داخل ينام. طب بقول لك ايه، لو كلمك قبل ما اوصل له خليه يكلمني ضروري. سامع؟ ضروري. حاضر حاضر. السلام. مع السلامة. الله يخرب بيت العيال على خيفة العيال. الحاجة اتوزعت والكل بيدعي لك. أنا خايفة اللحمة ما تكفيش يا خليل، العجول شكلها صغير قوي، خايفة ما تلميش لحمة كتير. ما تحمليش هم، الكل هياكل ويعين، واللي مش هياخد نبعته لحمته بكره من الاضحيه. لا 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 لا، انت عارف انا بحب الناس تبيت لحمتها معاها، الاضحيه دي عشان السنه بس. تعيشي تعيشي وتذبحي وتفرحي الناس يا ست الكل. اللهم امين يا خليل. مش يلا بينا؟ يلا. يا اهلا مشير هانم، نورت الدنيا يا فندم. الله يكرمك. كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه. طب خلي عنك يا فندم. لا انا هاخد دول معايا، هات انت بس حد يساعدك في الباقي. اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا. اتاخرتي علينا المره دي غصب عني، مشاغل بقى. هو سال عليا كتير يعني؟ من اخر زياره ليكي هنا فضل يسال بتاع اسبوع وبعد كده خلاص. من خبرتي مع الأطفال اكتشفت إن ربنا اداهم نعمة كبيرة جدا مش عند الكبار. النسيان؟ لا، التكيف. أيوة، خلي حد يجي ياخد الحاجات اللي جايبها مشيرة هانم لفارس. أنا عايزة أديها له بنفسي. طيب خلي فارس يجي بنفسه. شلبي عامل إيه؟ كويس؟ إيه شلبي ده؟ ممكن قضيتك يا ليه؟ ماله اسم ابويا مش عاجبك؟ بذمتك انت عاجبك انت؟ الله، ابويا. ما كفايه البت، هيبقوا الاثنين بقى. ايه ان شاء الله؟ مش عاجبك اسم امي؟ هي اسمها ايه؟ عزيزه. وحش عزيزه يا حاجه؟ ما كناش قلنا لها يا زيزي. حلو زيزي. ماله هيثم؟ هيثم، هيثم بقى وتامر والاسامي دي. انا عايز ابني يطلع راجل. ما يبقاش راجل يعني غير لو سميناه شلبي؟ انا عايز ابني يطلع فارس احلام كل البنات. ماله شلبي يعني؟ ايه مشكلته؟ مش فاهم انا. بذمتك في فارس اسمه شلبي؟ سيبك من شلبي وخلينا في فارس. اه فارس، شفتي؟ حلو فارس. فارس 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 فارس، انت وحشتني قوي. وحشتك؟ عارف انا جبت لك ايه؟ جبت لك لبس العيد. بص عجبك؟ طب ايه رايك بقى نطبقه عشان نلبسه بكره ان شاء الله اول يوم العيد. عارف جبت لك ايه كمان؟ حاجه كان نفسك فيها. العربيه. امسك يا سيدي. ايه رايك؟ شغاليه. بس كده عيوني. اهي. نلعب مع بعض؟ ان شاء الله هجيلك بكره من اول النهار ونلعب بيها. هنروح البيت؟ طب ايه رايك بقى بدل ما نروح البيت نروح مكان احلى؟ ايه؟ ايه يا مشيره؟ ايه يا مشيره؟ الملاهي. المراجيح؟ ايه؟ هنبص. حسبي يعني الهنود قرود كمبيوتر، ما ناخدش منهم غير التوك توك. فكنت ريحت يا هانم زي كل سنه، وكنت انا قمت من المشوار التقيل ده. تحبي نرجع؟ شكلك ما نمتيش كويس. انا كويسه يا خليل الحمد لله، بس طول الليل بحلم بكابوس وصاحيه نسيان، بس لحد دلوقتي حاسه ان هو طابق على نفسي. اللهم اجعله خير، حاولي بس ما تفكريش فيه. غصب عني يا خليل، كل شويه عماله افتكر منه حته. جايه تزوريه مش كده؟ كده ان المشي ده مش خطر عليكي؟ هو انا اول مره اخلف يا بهاء، وبعدين الدكتور قال لي امشي كتير لحد ما تولدي. لا على كده بقى انا مشيكي اهو، اديكي ماشيه كتير اهو، ونشوف الخلفه بقى عامله ازاي. ايوه ثانيه واحده، حضري نفسك. هنعمل ايه؟ غمضي عينيكي. ماشي. تعالي. على مهلك على مهلك. فاضل كتير؟ لا خطوتين بالظبط، واحد اثنين، خطوتين كمان. فتحي عينك. بسم الله ما شاء الله. مبروك يا بهاء، جبتها امتى؟ لسه اصلا امبارح. ربنا يجعلها وش السعادة عليك يا حبيبي وعلينا يا رب. بركة فيك يا مشيدة، اللي وقفتك جنبي ما كنتش عارف ازاي هستفيد بالارض دي كلها. بركه فيك انت حبيبي، انت سيد الرجاله طول عمرك قدها وقدود. طب استنيني هنا هروح اولع هنا. رجلي على رجلك يا اخويا. طب وليه ما تخليكي هنا؟ لا نفسك انشف من الارض اللي انت ماشيه عليها، هي دي اللي جابتك. طبعا انا جايبني على بوزي اللي دماغك. بص بقى، هنا هنجيب حوض غسيل نكسر فيه البلاستيك نطلع من الكساره، وان شاء الله الدنيا ما تمشي شويه هنجيب خرازه نحطها هنا بقى. ده هيبقى مصنع بقى؟ لا مش مصنع، بس ان شاء الله ناوي على مشروع نحط فيه البلاستيك من الزباله يطلع من الناحيه الثانيه منتج وينزل السوق. ربنا يكرمك يا حبيبي ويوسع رزقك يا رب. طول ما انت جنبي يا مشيره ان شاء الله هننجح. طيب ما دام جيت لغايه هنا بقى يبقى تقص الشرب بنفسك. لا يا اخويا خاف. تخافي من ايه؟ تعالي بس اطلعي، تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك. على مهلك. يا لهوي يا بهاء شكلها مخيف قوي. خافي من ايه؟ بقول لك حطي ايدك. خدي خدي خدي، حطي دول كده. هات. امسكي. ثانية واحدة شغلها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يما ايه يا بهاء؟ ما تخافيش فيه ايه؟ ارميكم بس. اللي وقع منك السلسلة كانت شابكة في الإشارة بتاعي. يعني كل الغلبة دي وكانت شابكة في الإشارة في الآخر؟ طب انزلي انزلي. هتعمل ايه؟ هجيبها لك. تجيب ايه؟ ده زمانها الفرتكة مليون حتة. اللي شابك دلوقتي ما اشوفش انت بتدوري عليها. نزلي الهدية اللي غالية عليكي انزلي. مش مهم الهدية ب 60 داهية. المهم صاحب الهدية الله. طب ايه رأيك بقى؟ الكلمتين الحلوين دول هجيبها لك. لا هتعمل ايه؟ هتسيبها واجيبها لك. يا عم مش عايزاها. عماك مش عارف ليه؟ مش مهم خلاص سيبها يا بهاء. عصبها بالسيلفي وخلاص. كهربا رقة كهربا رقة. ساعتك دايسة بس قلبك خفيف. عارف ان انا بخاف من الكهربا. كلمني جيب كهرباء يصلحها بقى يا بهاء. ايه بهاء سجانة؟ يا بنت انت وهي اسالها الحراميه بنت الحراميه دي عملت ايه؟ انا اللي ايدي جت عليها الاول. الكلام ده يروح امك تقوليه في الاسم. انا اللي ايدي جت عليها الاول تبقى تخصني. كل ده عشان جزمه؟ يا جزمه منك ليها؟ طب ليه بقى الغلط بقى دلوقتي يا استاذ خليل بقى؟ محدش غلط هنا غير ام لسان طويل دي وانا مش حراميه. لا حراميه و60 حراميه وتستاهل تدق فوق نافوخك كمان. طب تعالي هنا بقى يا بنت. Time بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة.